مريم عبد الغني واحدة من المصممات المصريات يلي حققوا شهرة كبيرة مؤخراً من خلال عالمتها ميمزي براند يلي ظهرت بتصاميمها لكتير من النجمات مثل درة، روبي وجميل عوض وغيرهم كتير. مريم عبد الغني فاشن ديزاينر قررت تطور موهبتها يلي ورثتها عن أمها واشتغلت على حبها للتصميم إلى أن أصبحت one of the best Egyptian fashion designers وهذا من خلال تميز تصميماتها. Hello Fashion News Arabia, welcome to Mamzy World. Let me get you closer to my world, بس الأول let me show you my recent collection. ده آخر كولكشن. This collection is inspired by the Oasis. Actually it was a trip أنا طلعتها ورحت زرت الأويزز و it was very inspirational بالنسبة لي و since this trip I started sketching وابتديت أعمل sketches عشان I create the collection دي فيها handmade embroidery على شكل البالمز. I created also prints بتاعتي the collection زي البيس دي وبرضو عملت a lot of prints including the palms عشان to show the inspiration وبرضو I wanted to add some new pieces. طيب يا ترى بتتذكري اول collection عملتيها او لا؟ طبعا فاكرة، تعالوا احكي لكم. فاكرة أول كولكشن عملته طبعاً، بس هو كان ما كانش كولكشن قوي. يعني دلوقتي لما برجع أفتكر هو كان بالنسبة لي لما قررت أن أنا أعمله كنت عايزة أجرب إيه اللي هيعجب الناس. كان كله توبس مينلي، فيستس، بليزرز، عملت كده حاجات كتير قوي عشان بس يعني أتست الماركت بيه. نتعرف أكتر على مامزيز جورني. Honestly أنا من وأنا اكتشفت يعني لما كبرت إن أنا من وأنا صغيرة وأنا بحب قوي الفاشن وبحب الأرت أكتر يعني كمان، وطول عمري برسم وطول عمري لما كبرت برضو اكتشفت إن وأنا صغيرة كان كل الدودلينج بتاعي in classes كان كله dresses و t-shirts و pants، كان كله عبارة عن لبس. وبعدين I think مامتي كمان ساعدتني أكتر عشان هي بتحب التفصيل قوي، فمن وأنا صغيرة كان مثلاً في عيد ميلادي تقولي تعالي نعمل فستان، فا I think إن من الوقت ده ابتديت أفكر إن لا I don't have to go and buy something أنا I can actually create something. و I think from this start يعني ابتدى موضوع الكرييشن يبقى موجود في دماغي، بس until that time ما كانش في دماغي خالص ان انا لا ابقى فاشن ديزاينر ولا ان انا اعمل براند ولا اي حاجه خالص. بس I've always loved art، يعني this is something that I was sure of. This career محدش ابدا ابدا يقدر يستحمله غير اللي بجد بيحبه وبجد عنده passion for it، لان في a lot of struggles. أوقات بنحس إنه عم نضيع طريقنا لنمر بحدث يأكد لنا إنه نحن على الطريق الصح، وهذا يلي صار مع مريم. في 2019 قبل الكورونا بالضبط كانوا كلموني في معرض اسمه أنا عربية في السعودية وقالوا لي إن إحنا عايزينك تكوني معانا في المعرض. و I worked really 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 hard بالكولكشن اللي أنا طالعة بيه، كنت طالعة بكولكشن ساعتها قررت قبلها يعني I was very confused للي أنا بعمله، وكان الكوليكشن ده بالنسبة لي it was a challenge و the feedback كان يعني beyond amazing. اختارت النجمات تصميمات مامزي ليتألقوا بكل المناسبات.
ولأنه الطموح ما إله ليميت، خلونا نعرف شو طموح مريم. My biggest dream is having my own store طبعاً في لندن. I don't know why, but it has always been London.